ادي الجائزة جائزة رسمية بميلودي اف ام، كل سنة لازم نعطيها لحدا من خلال المستمعين اللي عم بيصوتوا، وانت بتعرف السنة عملنا انجاز. انا بعتبر التعب اللي تعبناه انه نكون كل يوم على الهواء لمدة ثلاث مرات بنهار، يعني ثلاث مرات بنهار كل يوم كل يوم لمدة شهر، فهي شغلة مش هين، يعني صبح ظهر عشية. كان تصويت الناس كثيف جدا، فأنا ما فيني زعبر ولا الإدارة فيها تزعبر، مشان هيك الشك ما بقى موجود. يعني ما في إنترنت، ما في SMS، ما في شيء أبدا أبدا، أي وسيلة تاني غير الاتصال على الهواء مباشرة. نجاح حلو، يعني واحد شو بيزرع بيحصد، دليل عافية إنه إحنا عم نشتغل كتير صح، والله يقوينا وهالمطلوب. شيء شغلة كتير حلوة، ولكن الأهم شو بتعطي، شو بتقدم، هذا اللي أهم، وهذا الإنسان لازم يشتغل عليه أكثر. يعني أنا ما بشتغل للجائزة، أنا بعمل عملي خلي الجائزة تلحقني، مش أنا بلحق الجائزة، ما بعمري عملتها. يعني تعودت على النجاح، هو حليفك من سنوات طويلة، تعودت على السهر وعلى التعب وعلى الخوف وعلى، يعني هودي كلهم عناصر كتير مهمة خلقوا هالشيء اسمه وائل إذا بدك بهالفن. لأنه أنا إنسان عندي الفن هاجس، كتير بتعب، كتير بضحي، كتير بعطي، الناس ما بتعرف، ولكن الناس أهم شيء تشوفك أنت بصورة حلوة وصح، أما البقوي خليهم لقلنا ماشي الحال. الحقيقة بسطت كتير فيهم، يعني أنا بعرف الناس قرفانة من السياسة، وإنهم حق يكونوا قرفانين، وبياخدوا الصحافة السياسة بظهر السياسيين، فأنا هون بحب أرجع أكد عبر من بركن إنه الصحافة السياسية بأغلبها بأكتريتها تتواطأ مع الرأي العام على السياسة وليس العكس، مع أنه الانطباع عند البعض بياخدهم بظهر السياسيين إذا بدك. لا بالعكس، أنا بعتبر أنه العلاقة ما بين الصحافة والسياسة لازم تكون قايمة على قلة الثقة مش على الثقة، والعلاقة علاقة الثقة وعلاقة إذا بدك الارتقاء ببلد أفضل هي العلاقة اللي بينسجها الصحافة مع الرأي العام ومع الناس، وأنا هذا اللي بجرب أعمله. أتمنى أنه أنا أكون فعلاً بستحقها، لأنه اللي صوتوا يمكن عددهم أقل بكتير من اللي ما صوتوا، بس بتصور أنه هيدي عينة بتخليني أتفائل أنه بعد الناس بتقيم الصحفي يلي بيقول الحقيقة رغماً عن كل الظروف المحيطة فيه والإغراءات والمغريات اللي بتصير، فهيدي شغلي بتخليني حس انه الناس بعدها عندها رأي. هيدي بالذات حبيتها لانه انا ما عندي خبرها، ما قلت لحدا صوتولي او انتبهولي او انا موجود قالوا، يعني كنت على القليل حطيت على تويتر انه والله في استفتاء عم بيصير حدا اللي بيحبني يقول. صراحة بعد 4 سنين من العمل الصحفي حسيت انه هالجائزة اجت مفاجأة كتير كبيرة لإلي، مش لانه مش متوقعتها، لانه معناتها انه هالقد الناس صاروا عم بتابعوا المواقع الالكترونية، وهالقد صوتي انا شخصيا صار عم بودي، والناس يمكن حبت الخط تبعي، خط جديد يمكن مختلف عن غير صحفيات أو صحفيين. بوجه لهم تحية للكل، بس أنا اليوم سعيدة أنه سرقت الضوء وقدرت أسرق أصوات الناس، هيدا أهم شيء بالنسبة لي. بتفاجأ أنه عن جد في ناس بتتابعك وبترافقك، عرفت كيف؟ هي جمال القصة يعني، وبتحملك جدية ومسؤولية أكتر، ما فيك تخزلهم بقى للناس، يعني مش فيك تعتبر انه والله انا شو ما بعمل الناس رح تصوت لي، لا، ممكن الناس صار عندها حكم كتير دقيق، وصار في عندها حكم كتير دقيق انه ممكن يفلوا عنك، وهذا شيء ما بحب يحسه اي فنان. دكتور سمير جعجع فاز كافضل سياسي، الا ان الظروف الامنيه حالت دون حضوره لاستلام جائزته، فاطل من خلال فيديو صوره للمناسبه من معرب، فيما فاز العماد ميشيل عون بجائزه الشخصيه المثيره للجدل وغاب لاسباب خاصه، فيما إليسا فازت بجائزه افضل فنانه لبنانيه، فاستلم جائزتها مدير اعمالها امين ابياغ نيابه عنها بسبب وعكه صحيه بسيطه.